ناس كتير طلبت مني ان احنا نعمل عدس. عندنا هنا بطاطس متقشرة، عندنا عدس احمر، عندنا جزر، عندنا كوسة، عندنا كمان بصل، وهنزود كمان طماطم. خلاص عندنا مستكة، فصوص ثوم، مكعبات مرقة خضار، سبع بهارات وكمون وسمنة بلدي او زبدة، شعرية وبصل مبشور. الشعرية وبصل مبشور كده كده، يعني احنا هنعمل شوربة عدس عادية وفي شوربة هنزود عليها الشعرية. خلاص هنا هحط السمنة البلدي حبة كده حلوين، وهحط هنا المستكة. بصوا ساحت على طول، انا عايزاها تسيح خالص. ماشي، مع ثلاث فصوص ثوم مع السمنة البلدي. هنا هحط مية سخنة. المية ما نحطهاش كتير، انا عايزة يا دوبك المية تغطي بس الخضار والعدس، خلاص ما تبقاش مالية قوي عشان يبقى العدس تقيل كده. حاسين ان احنا محتاجين نزود شوية، مفيش مشكلة. هجيب الجزر كده واحطه هنا كده، طيب عقبال ما ده يتشوح هجيب الشعرية هنا واحمرها. هحط بس معلقة زيت. لما نيجي نشوح الشعريه او لسان العصفور يفضل الماده الدهنيه اللي نستخدمها زيت، او حتى الحله تبقى سخنه قوي او الووك، ونفضل نقلب لحد ما تتحمر. بلاش سمنه او زبده في الاول لانها هتتحرق. خلاص احط بقى البطاطسايه برضو تتشوح، بقطعهم عشان ايه كله ياخد النكهه بتاعت السمنه البلدي مع المستكة وفصوص الثوم. البصل برضو كده يتشوح. كده اهو الكوسة. الكوسة دي جديدة برضو، هتدي طعم حلو، وفي نفس الوقت اللي ما بيحبش الكوسه مش هتبان اصلا، فدي فرصه ان احنا ندخلها جوه شوربه العدس. يعني الكوسه من الحاجات اللي مش محببه عند ناس كتير، ففرصه ان انا ادخلها جوه شوربه العدس وفي نفس الوقت هتسكرها وتخلي طعمها حلو قوي. شايفين شكل الخضار حلو ازاي؟ بصوا الالوان جميله جدا والريحه بجد حلوه قوي. رشه كده من الفلفل الاسود مع رشه ملح وقلب، مع مكعب من مرقة الخضار اللي عايزاه يسيح برضو جوه السمنة البلدي. خلاص بصوا بقى الخضار ابتدى يتشوح ازاي اهو، والريحة كمان ابتدت تطلع. هبتدي كده احط حبة عدس يتشوح معاه عشان ياخد النكهة. شايفين اهو، لو حسيت انه محتاج حبة من السمنة البلدي نزود. هي دي اكتر حاجة بتاخد وقت فيه، التشويحة الحلوة دي اللي احنا بنشوحها ممكن نقعد فيها 10 دقايق بس، ونسيبه بقى في مية مغلية جوه الحلة لمدة مثلا قول من 15 لـ20 دقيقة بالكتير قوي، وبعد كده بنبتدي ان احنا نضربه في الخلاط. بصوا الكرانشي اللي احنا فيه ده، اهو ده هنحطه بقى هنا كده. ماشي، طبعا سخنه جدا، ده بقى اللي هيخليها ما تاخدش وقت في السوا. ممكن بس احط مكعبات المرقه بالمره. طيب كده الشعريه كمان خلصت، هحط لها بقى حبه كده من
ميه. بصوا انا بحبها الملونه دي، شايفين اللي هي شويه متحمره وشويه يعني في ثلاث الوان هنا، انا بحبها بالالوان دي. خلاص هنحط كده حبه ميه، ما نحطش ميه كتير على الشعريه عشان تبقى مفلفله. الشعريه اهي خلصت، هحطها كده بس على جنب. العدس ده هنضربه في الخلاط او بالهاند بلندر، يعني انا هنا طبعا هعمله بالهاند بلندر اسهل. بصوا كله، بصوا كله بقى طري جدا، شايفين؟ هنضربه كده مع بعض. ده بالنسبه للعدس. هدوه بقى اخبار العدس ايه؟ تقيل، عايز يتخفف شويه، ده اللي احنا عاملينه سوا على فكره. نبتدي بقى نغرف كده الشوربه. انا كل اللي هعمله بس هحط له شويه ميه مغليه بعد لما اخلص غرفه خالص. نحط بقى كده ميه مغليه. وما تقلقوش من الحركه دي، يعني مش بيحصل حاجه خالص. وممكن نجيب كريمه ونحط كده بطريقه خفيفه جدا الكريمه وعليها حبه زعتر كده. خلاص نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.